بكتاب النشاط أمثل الأعداد باستعمال المكعبات وأجد المجموع، تمام؟ هسه هنا اقرأ لنا إياها. يلا شلون تجمعين؟ أحد والعشرات. أحد ويا أحد وعشرات ويا عشرات. يلا اشرح لنا الطريقة. صفر ويا من؟ صفر زائد صفر، يعني قد تخلي صفر. بعدين اثنين. اثنين قابل اثنين بصفر واثنين اربع ثلاثة اربعة. احسن، يعني عشرات ويا عشرات جمع، اثنين زائد اثنين طلع ايش قد عنده العدد؟ اربعون. شنو طلع عنده؟ اربعون. يلا ابو الحسن. اقرا لنا هنا عدد. ثلاثون زائد عشرة. اقرا عدد ثلاثون زائد عشرة. زين اول شيء تسوي؟ احاد ويا احاد وعشرات ويا عشرات، ايش قد احاد؟ احاد وعشرات ويا يلا صفر ويا صفر صفر. يلا زين ثلاثة ويا من؟ واحد. ثلاثة ويا الواحد، من تحطه بقلبك؟ ثلاثة. ايش قد طلع بأصابعك؟ واحد. وثلاثة ايش يجي؟ أربعة. أربعة، أحسن، ايش قد طلع عندك الناتج؟ أربعون. يلا. أحسن، ممتاز. يلا يوسف محمد يلا يلا أربعون زائد ثلاثة زائد ثلاثون. يلا أحد ويا أحد أحد ويا أحد إيش قد؟ صفر زائد صفر صفر. يلا وعشرات ويا عشرات، أربعة زائد أربعة زائد ثلاثة إيه خمسة ستة ستة سبعة. حطه شو طلع عندك الناتج؟ صفقولة. أحسن، ممتاز، صفقولة. شرحها مثل ما أنا هو منتي شفت لأنه منتي بعدها شرحها مثل ما أنا شرحتها. صفقولة مرة ثانية. يلا إبراهيم يلا قرأنا هنا على صوتك. عشرون زائد خمسة. شو راح تسوي أول شيء؟ أحد اي احد ويا احد اول شيء. يلا يلا احد ويا احد. ايه يلا وراها خلي وراها العشرات ويا العشرات. ايش قد عنده بالعشرات؟ اثنين. وايش قد هنا عنده بالعشرات؟ خمسة. فراح يجمع اثنين زائد خمسة، منو تحطه بقلبك؟ خمسة. ايه وايش قد اصابعك؟ يلا احسب. ستة سبعة. سبعة، ايش قد طلع عندك الناتج؟ سبعون. امسح واحد من الاصفار صار صفرين. شو سبعون ويا سبعون؟ يعني كل واحد وحله؟ احسن، صفقوله. احمد صدام. انا يا. اشرح لنا اياها. اول شيء تسوي؟ احاد. أحد ويا عشرات. أحد ويا أحد. أحد ويا أحد. يلا صفر ويا صفر. صفر. يلا. بعدين من عندك بالعشرات؟ من عندك بالعشرات؟ سوي الصفر عدد. إيه. ستة قلبي. إيه. ثلاثة بيتكلم أحسن، صفقولة. يلا يونس مح رأفت. يلا ايه صفر ويا صفر، احد ويا احد. يلا والسبعة زائد اثنين، سبعة ما تحطها؟ وش قد بأصابعك؟ يلا احسب. احسنت، احسن، صفقولة.